كانوا في سورة المائدة. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أولا مديث ذا ربي سبحانه إجنو ونكذ القاعة، السماء والأرض ظرفان لجميع المخلوقات، تقيت سام زواروث إجنو ونكذ القاعة إخلقيه دنا ربي إخلقيه ذا ربي سبحانه المخلوقات يكوني تقيت سام زواروث. في السناث ربي سبحانه ندوى ما فيهن، وما في اللغة العربية تستخدم لغير العاقل، أي غير دين ربي سبحانه ومن فيهن، هذا يستخدم من للعاقل، أي غير باش ديني ذي لاخرث أي جنوان ذي القواعين يثم خلقي ثمرة، أكن ملا يستوي العاقل وغير العاقل في دار القرار. تجي مسألة لغوية لكن سعى القيمة سام قرانت. في ثلاثة هي ثمثن التريكة قرنش القبائل ثمورث تفدي لي مولانا، ذا شو المعنى يس أتفضي وني يكسب ثمورث يورث ثمورث إريتي يورث أم بعد شرا بوسان أخي اللعوان أذي مثل سيدي جيويا إلي زيريتي يورويس الوراث، أم بعد الوراث ينس أدياس وساد مثل أتيد جنين قورا ويتجت سوا فينا الموانوي ذي الوارث الحقيقي نكون يوك سيدي زيريتي، ولكن بورين سيرتان بيريود للمدة مدة معينة أدياس واس الدوني ثمرة أتي ورثيون أنوى ضرب سبحانه خطر سعيون جسم جسم ونس اسمس الوارث، وجي من أسماء الله الحسنى الوارث معناه هو الوارث الحقيقي، ويناد ربي في آية أخرى ولله ميراث السماوات والأرض، إذن سيد الوارث الحقيقي أرى يورثني جنوان أرى يورثن القاع. أديني حاجة نظام أن الله عز وجل إجنوانا يكذ القاعة إميلان ذي الدوني في سخريثني دين كنين، ولكن يثمثان مثل يردوني انتهى التسخير من استفادوا لا من السماء ولا من الأرض، أم جنوان أم القاعة أم مقور أم يطيج أم يثران أم نكني مرة أن غلاك غير ربي سبحانه وهو على كل شيء قدير. ذاك إعلان من الله عز وجل أن الله قادر على تسخير السماوات والأرض وقادر على إفناء جميع الخلق. أمكن ربي الزمر إسعاث الزمر إسخر داكو جنوان ذي القاعة مدام في الدين في إن الله، أكن إذا غي الزمر كذلك باش أكن ملان أثني فنو ربي سبحانه أدي قيم سي ونتسا. والغريبة يثمثن الآية قيت كفاس طريقة يقل سورة المائدة كفا مدين ربي سبحانه لله ملك السماوات والأرض، أم بعد الآية ثم زواروث في سورة سالان كمل الدرس وإذا إن شاء الله وهي سورة الأنعام في ذكان الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، لا يثنقروا في سورة المائدة تختم السماوات والأرض، الآية ثم زوار ثار نفذو في سورة الأنعام إن شاء الله الدرس وايض أتفذو ذا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يكون يثم الدينيني وقيت الدرس نقروا في سورة المائدة ثم زوار ثار حمد ربي غي وفقا باش أنا وضي التفسير ألمة سورة قل الله يبارك سل قدر ربي أولا ذا استعاون والمرة في السنة ثاكو يثمثن أن غدي تسنسي الفاذ صلاة الجمعة فرض على كل حال أن تزول نربتي قبل، ولكن تصيدي تسنسي الفعل سيثو ذرين هذه جعل ربي إن شاء الله يك الخطوات نسن ذي الميزان الحسنة نسن وذي قبل ربي جميعا إن شاء الله يعني هذا الخير منا ويربي يجعل في هذا الخير وهذه العبادة في ميزان حسناتنا، ونسأل الله أن يوفقا لإتمام كلامه ما شي ذي نسان مثلا باش مذن ذي عيشة وكذقوا ربي سبحانه ذيوث المتعة لفنة ثم قرانت أم ذن مريت عيشي وكذو ولا ربي سبحانه أغي وفق ربي سبحانه ألم من صوفر نهاية ألم صورة الناس وما على ذلك ما ذلك الله بعزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.